يا مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. كل سنة وانتم طيبين، عدينا رمضان وعدينا العيد على خير، يا رب تكونوا بصحة وسعادة ونشوفكم كده بأحسن حال. النهاردة بإذن الله أولى حلقاتنا بعد العيد، هنعمل معاكم برنامج جديد وجميل صحي ومفيد واقتصادي 100%. أول حاجة نبدأ نقول بسم الله على بركة الله، معانا البطاطس البوريه ومعانا طبق طاجن اللحمة أو فخارة اللحمة الجميلة المقمورة بالعجين، ومعانا الحلو صوابع زينب. أول ما هنبدأ نقول مع أول حاجة في البطاطس البوريه، معانا حوالي أربع بطاطسات، أربع حبات من البطاطس مسلوقين ومهروسين، ومعانا الزيتون والجبنة الموتزاريلا والجبنة المبشورة والخضرة والبصل، هنعملها على كذا طبقة أو كذا حاجة. ومعانا اللحمة المعصجة بتاعتنا الجميلة، عصجناها اللي هي شاورمة اللحمة، عبارة عن نص كيلو من اللحمة نضاف عليها ثلاث حبات من البصل وتفصيل من الثوم والفلفل الأخضر، فلفل الألوان والجزر والخضرة الجميلة، ابدعوا فيها زي ما انتوا عايزين. ناخد الطبقة الأولى ننزل بيها نشكلها شوية من الخضرة، حاجة بسيطة في على البطاطس بعد ما هرسنا البطاطس كويس. بعد كده ننزل بشوية من الفلفل الأسمر والتوابل، شوية من البابريكا. بتبل البطاطس بتاعتي تتبيلة كويس عشان أديها طبقة أولى بطريقة كويسة جدا. النهاردة هنعملها بتركة جديدة أو مختلفة، هنحط فيها توابل الفراخ أو مقرمشات الفراخ بتتباع عند العطار، تدي تركة وطعم جميل عشان الطبقة الأولى بتاعتنا تطلع ممتازة وحاجة كويسة. بعد كده نقلبها، نحط الملح بتاعنا ملح خفيف في الطبقة الأولى، وعملنا لها طبقة من البشاميل خفيفة، طبعا مش كاتبينها، طبقة من البشاميل عبارة عن كوبايتين معلقتين من الدقيق متضاف عليهم ثلاث معالق من الزيت، نزلناهم على نار هادية، عملنا مع حضراتكم قبل كده البشاميل كتير، نزلناهم على نار هادية. بعد كده نزلنا الحليب وبدأنا نقلب لحد ما خد القوام التقيل أو المناسب اللي احنا محتاجينه. حطينا سلقنا البطاطس هرسناها كويس، بعد كده ضفنا عليها الخضرة، ضفنا عليها التوابل الجميلة، ضفنا عليها خلطة الفراخ المقرمشة، تطلع معاكم تركة حلوة. ناخد الطاجن أو الصينية بتاعتنا ندهنها سمن، بسم الله، طبق خفيف ولذيذ جدا وبيبقى طعمه حلو بيحبوه ناس كتير. ننزل بالبطاطس على قد الطبقة الأولى ونهرس، نساوي مع الصينية بتاعتنا البطاطس البوريه، ممكن نعملها صوابع، ممكن نعملها كفتة ونقليها في الزيت ونحشيها برضو بنفس الحشوات زي الكبيبة بالظبط اللي احنا عملناها بالبطاطس، ليها تركيبات، ليها تركيبات جميلة، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة. ضفنا الطبقة على حسب ما احتاجناها. بعد كده بضيف العصاج بتاعنا او اللحمة المعصجة، شاورمة اللحمة الجميلة بتاعتنا اللي هي نص كيلو من اللحمة اضاف عليه ثلاث حبات من البصل، فصين من الثوم، فلفل اخضر، فلفل احمر، جزر، خضرة جميلة بتدي ريحة وتركة جميلة جدا وبتعمل معايا تركة ممتازة في الطعم بتاعها. خدنا الطبقة، بعد كده الطبقة التانية فرشناها بالعصاج بتاعنا، لحمة قطعتها تقطيع مكعبات صغيرة خالص ونزلت بيها معلقتين من السمن والزيت. بعد كده نزلنا بالبصل لحد ما استوت اللحمة معايا، ونزلنا بالجزر، ونزلنا بالخضر الجميلة. بعد كده أنزل بشوية من الزيتون، بسم الله، ادي بقى التركات الجميلة والطعم الحلو جدا عشان لما اجي اقطع مكعب من البطاطس البوريه بتاعي يطلع حاجة كويسة. بعد كده اديها شوية من الجبنة، لو حضرتك عايزة مش عايزة تعمل البشاميل وتديها جبنة بس مفيش اي مشاكل، تطلع معاك الطعم جميل جدا. حط الجبنة الموتزاريلا الاول عشان اديها، لو انا عايز احتاجها مطاطية تطلع معايا مطاطية كويسة. بعد كده شوية من الجبنة المبشورة، الطبقة الاولى دهنا السمن بتاعنا، الصينية بتاعتنا فيها سمن. بعد كده نزلنا البطاطس بالتوابل الجميلة وادي البشاميل، معلقتين من ثلاث معالق من الزيت والسمن، معلقتين من الدقيق. بعد كده بنزل على نار هادية، بسم الله، على نار هادية، وانزل بالحليب
اهم حاجه في البشاميل لازم يكون على نار هاديه في الاول لحد ما اللون بتاع الدقيق يغير معايا. بعد كده انزل بالحليب واقلب، مفيش اي مشاكل، عمر ما يتكلكع مني، يطلع زي الحرير، حاجه جميله وممتازه. بعد كده اديها شويه جبنه من فوق تاني، وادي الجبنه المبشوره، وتخش على درجه حراره 5 دقايق بالظبط من تحت. بعد كده اولع عليها الشوايه تاخد اللون الاصفر او تسيح الجبنه معايا، هنشوفه قدام حضراتكم. ادي الطبق الاول بالجمال، طبقات طبقات بالبايركس بتاعنا او صينيه الفرن او في الطاجن زي ما حضرتك تعمليها، مفيش اي مشاكل. هتخش على درجه حراره 180 5 دقايق من تحت. البطاطس معايا مستويه، لكن هدي وش للبشاميل والجبنه بتاعتي تسيح عشان تبقى موتزاريلا جميله. تعالوا نروح على الطبق الثاني، هو عباره عن كيلو من اللحم متضاف عليه حوالي 100 جرام من الدهن الضاني. كيلو من اللحم، اللحم بتاعنا عشان يخش الخضار ويستوي صح لازم يكون من الموزه او من الريش اي كان، ويكون لحمه يفضل يكون لحم صغير. بضيف عليه التركه بتاعتي او الحاجه المصريه او الريحه الجميله، الدهن الضاني حته صغيره، اللي ما بيحبش الدهن الضاني مفيش اي مشاكل ما يضيفوش. ننزل معلقتين من الزيت والسمن بسم الله، ونقلب نقلب اللحمه بتاعتنا تاخد تغير اللون بتاعها. وقطعنا البطاطس والكوسة والجزر، قطعناها مكعبات كله مع بعضيه، مع كوباية من المية متضاف عليها، كوباية من المية متضاف عليها حوالي حبيتين من الطماطم، معلش حبيتين من الطماطم متضاف عليها كوباية من المية. ضربناها في الخلاط وجبناها جهزناها معانا، وعملنا العجينة بتاعتنا. هي عبارة عن العجينة عبارة عن كوبايتين من الدقيق متضاف عليهم معلقة من السكر، رشة من الملح، كوبايتين من الدقيق متضاف عليهم معلقة من السكر، رشة من الملح، ضيف عليها حبة البركة والسمسم الجميل. هنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا عشان نجهزها التانية، عشان نعمل الطاجن التاني أو الأكلة بتاعتنا الجميلة التانية، طاجن اللحمة أو فخارة اللحمة الجميلة المكمورة. كلها ني في ني مع بعضيها، قلب ياخد تغير اللون بالظبط. أول ما تغير اللون أو تعمل لها صدمة، تركة بسيطة، حوالي بتقعد 5 دقايق اللحمة تصفي المية بتاعتها. باخدها بالدسم بتاعها وبالحاجة الجميلة، بضيف عليها الطماطم والبصل والجزر والكوسة والبطاطس، كله مكعبات في قلب بعضيه. نعملها حاجات خفيفة وسهلة جدا ولذيذة، وممكن بإمكانيات بسيطة حضرتك ممكن لو عدد أفراد أسرتك حاجة بسيطة، ممكن من كيلو لحمة نشكل تشكيلات كتير، بتبقى بسيطة وسهلة في نفس التوقيت. السفرة بتاعتنا بيكون سفرة مليانة بحاجات أشكال وألوان من إبداعات أو فن المطبخ الجميل. العجينة بتاعتنا اتفردت، ارتاحت حوالي 10 دقايق بالظبط، اللي هي الدقيق مع معلقه السكر مع رشه الملح معلقتين الزيت. حطيت حبه البركه، حطيت السمسم في قلبيها، طعمت العجينه بتاعتي الجميله، وافرد العجينه بالراحه خالص واحده واحده مع حضراتكم اهو. بعد ما عملنا الطبق الاول البطاطس البوريه بطعم جميل، 3 طبقات عملناها بالبطاطس المهروسه، حطينا خلطه الفراخ، حطينا فيها التوابل الجميلة، 7 توابل، حبهان، ورق اللوري، جوزة الطيب، الفلفل الأسمر، الكزبرة، يا ريت يكون حصى، بندخله الفرن 5 دقايق التوابل، بعد كده بنطلعها. بناخد على قد إمكانيات حضرتك، يعني بتاخدي مثلا النهاردة استخدام النهاردة وبكرة، بيبقى في التوابل، التوابل لما بتقعد فترة كبيرة في المكان من غير تحميص مش كويس، بتدي ريحة مش حلوة، لكن لما جربوها هتلاقوها حاجة كويسة جدا. هننزل بالكوسة والبطاطس والجزر، بعد كده نقطع البصل بتاعنا الجميل طرنشات مكعبات على حسب ما تحبه. بسم الله هقطع بصلتين عشان اعمل احلى فخارة لحمة ني في ني صحية 100%.
اللي مش عايز دسم خالص، مش عايز نسبة الدهون، نشيل نسبة الدهون، لكن نسبة الدسم عندي أو نسبة الدهون بيبقى حاجة خفيفة خالص وبسيطة، تدي طعم حلو جدا. أدي البصل والفلفل الألوان الأخضر والأحمر والأصفر، نشكل تشكيلات حلوة بسم الله. ومقادير قدام حضراتكم على طول على الشاشة. تسلم يا ريس. حاجات بسيطة وسهلة، يا رب يكون الشرح بتاعنا بيوصل لكم. أي تعليقات، أي آراء، لاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ابعتوا لنا على صفحة البرنامج على الفيس أكلة بسيطة مصرية، أو على اليوتيوب باسم الشيف ماجد فوزي حمزاوي. قطعنا الفلفل، قطعنا البصل، قطعنا الطماطم، كله في قلب بعضه. ونجيب شوية التوابل الجميلة، 7 توابل، نضيفهم مع الملح والفلفل الأسمر والكزبرة، وسط الطيب، حبهان، ورق اللوري، كباب الصيني، زهرة الورد، كله في قلب بعضه. بجيبه معايا حصى واطحنه عندي في البيت، تطلع معايا التركة والريحة جميلة مش محتاجة. وآدي الملح بسم الله، وآدي الطماطم مع عصير الطماطم، وفصين الثوم، كله في قلب بعضه يا ريس، تظبيطة 100% عشان تطلع معانا الحاجة كويس. فن المطبخ كله فن، وحضرتك في المطبخ فنانة، لازم تبدعي ابداع كامل لجوزك واهلك واولادك. بألف انا وشيفة ليهم، جهاز المناعة لازم نقويه على قد ما بنقدر، من مطبخنا هو السلاح الاساسي او الرئيسي، مع النظافة الكاملة والاكل الممتاز. مش لازم كل يوم بروتين، مش لازم كل يوم لحمة، ممكن طبق سلطة معمول بفن او بتركة كويسة في الخضروات، من الجزر والفلفل والبصل والخيار والتشكيلات الكابوتشا والحاجات الخضرة الجميلة، أحسن وأكتر بكتير من إن أنا أعمل كل يوم لحمة ومش مستفاد بيها بأي حاجة. معلومة قيمة ليكم. 5 دقايق بالظبط بعد كده هننزل باللحمة بتاعتنا، بعد ما تغير اللون بتاعها هنقلب كله، البصل والكوسة والبطاطس والفلفل الألوان والتوابل الجميلة والملح، نزود كمان سنة صغيرة من الملح. والعجينة بتاعتنا عملناها من الدقيق ومعلقة سكر ورشة ملح ومعلقتين من الزيت. عايزة حضرتك تحطي كمون حصى فيها مفيش أي مشاكل، عايزة تحطي حبهان مطحون مفيش أي مشاكل، عايزة نحط سمسم وحبة البركة برضو مفيش أي مشاكل. بعد كده نجيب اللحمة، محمد جوند بعد إذنك، ننزل باللحمة بتاعتنا بعد ما خدت التركة الجميلة والصدمة الحلوة عشان تستوي سوا كامل بسم الله. وننزل بشوية من الفلفل الأسمر عليها بالريحة الحلوة، ونقلب يا ريس كله مع بعضه. نقلب اللحمة مع البصل مع الكوسة مع البطاطس مع الجزر مع الفلفل الألوان، كله في قلب بعضه. ونجيب البيركس او الصينية بتاعتنا الجميلة على طول من غير اي حاجة، ننزل بيها بسم الله على بركة الله. نزلنا بكل حاجة ني في ني، نكمرها بقى عشان ناخد احلى تركة. لو اللحمة بتاع حضرتك كبيرة مش هتنفع معانا في الطاجن، لازم اللحمة تكون صغيرة من الريش او من الموزة، اختاروها عشان تطلع معانا كويسة. بلانش بعد اذنك. بعد كده اقطع حبايه من الطماطم، هقطعها دوائر كبيره شكل تاني وطعم تاني وحاجه تاني، ادي تركات جميله من على الشكل من فوق، تنشف معاها تخش الفرن تقعد حوالي ساعه بالظبط. وناخد من على الشوايه حوالي 5 دقايق ياخد اللون الذهبي العجين بتاعنا، تطلع معانا متكمرة مع التوابل الجميلة والحاجات كلها ني في ني
زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم على طول اهو. بعد كده بجيب العجين، اجيب العجين بتاعي بعد ما فردته بسم الله، وافرد على الطاجن او الفخارة او الصينية بسم الله، وابدأ اخد. لو عايزين ناخد الزيادات ناخد الزيادات من فوق اهو، ونحطه في التلاجة عادي جدا. الزيادات دي تنفع، ما فيهاش خميرة، ما فيهاش اي مواد تبوظها معايا. ناخد كل الزيادات معانا وهندخلها الفرن على درجة حرارة، مفيش درجة حرارة عند حضرتك، مفيش أي مشاكل خالص، ما توقفوش نفسكم على أي حاجة. نشتغل بأقل إمكانيات وبأحلى التركات عشان نطلع بأحلى سفرة لأجمل لأهالينا وأولادنا الجمال، نطلع لهم سفرة حلوة مفيدة تقوي جهاز المناعة مع العصاير بأقل عصير قبل ما ندخلها الفرن. سنة بسيطة او تركة بسيطة من السمن، معلقة من السمن، واروح داهن الوش بتاعها يا ريس عشان تطلع معايا كويس. بألف هنا وشفا للي هياكل زي ما احنا شايفين اهو. وندخل الفرن يا باشا، درجة حرارة 180 ساعة زمن بالظبط او ساعة الا ربع. بعد كده 10 دقايق من فوق تطلع معانا الطاجنين ممتازين. خلصنا الطاجن الاول، خلصنا الطاجن الثاني، وعملنا معاهم شوية من الرز البسمتي. هنطلع للحلو، نطلع فاصل الأول ونرجع مع حضراتكم نشوف الحلو بتاعنا هنعمله ايه. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا طاجن البوريه، صينية البطاطس البوريه. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية 100%، ثلاث طبقات، أربع حبات من البطاطس أو ثلاث حبات من البطاطس مسلوقين، هرسناهم متضاف عليهم التوابل المشكله بتاعتنا، ومتضاف عليهم خلطه الفراخ الجميله، ومتضاف عليهم شويه من الخضره فردناها من تحت. بعد كده ضفنا عليها العصاج او شاورمة اللحمه، عباره عن مكعبات لحمه صغيره مقطعه صغيره خالص. نزلت فيها، نزلت بمعلقتين من الزيت ونزلت عليها اللحمه. بعد كده نزلت ثلاث حبات من البصل متقطعين اي تقطيع انتوا تحبوه. نزلنا بالخضره، نزلنا بالفلفل، نزلنا بالجزر. شكلنا تشكيله حلوه جدا من العصاج او من شاورمة اللحمه، فردناها في الوش الطبقه الثانيه. بعد كده عملنا البشاميل، هو عباره عن معلقتين من او ثلاث معالق من الزيت على معلقتين من الدقيق على نار هاديه، ونزلنا غير اللون بتاعه. بعد كده ضفنا الحليب سنه بسنه وقلبنا على طول لحد ما خد القوام التقيل بتاعنا، وفردناه على الطبقه الثانيه مع الزيتون والجبنه الموتزاريلا والجبنه المبشوره الجميله النهارده. وبعدين عملنا الطاجن الثاني، فخارة اللحمة أو صينية اللحمة المقمورة بالعجين، كوسة وبطاطس وجزر وفلفل وبصل وطماطم ولحمة. نزلنا بصدمة اللحمة دقيقتين بالظبط أو خمس دقايق، غيرت اللون بتاعها، خدت اللون البني. بعد كده قطعنا مكعبات البصل والجزر والبطاطس والكوسة كله في قلب بعضه ني في ني، وقلبناه مع كوباية ونص من عصير الطماطم. ضفناها بالتوابل والملح الجميلة وضفناها، وعملنا العجين بتاعه عباره عن الدقيق ومعلقه من السكر ورشه الملح، وطلعناها قدام حضراتكم. تعالوا بقى نعمل الحلو بتاعنا عشان برنامجنا مش برنامج عادي، اكلتنا اكله مش بسيطه، اكلتنا اكله بسيطه مصريه في الحلو والحادق، حتى في المشاريب ان شاء الله هيكون معاكم في كل حاجه عشان تقووا جهاز المناعه بتاعكم وبتاع اولادكم الجميل. ده اول طاجن معانا، البطاطس البوريه الجميله بالشكل بتاعها زي ما انتم شايفين طالعه من الفرن، بنسويها قدام حضراتكم كل حاجه. نعمل صوابع زينب، هو عباره عن كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من السميد المتوسط، معلقه من الخميره، رشه ملح، معلقه من السكر، ثلاث معالق من السمنه والزيت، ممكن بزيت بس ماشي، ممكن بسمن ماشي. هنضيف الدقيق والسميد، كوبايتين الدقيق، نص كوباية السميط، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة سكر، رشة ملح، وهنقلب كله مع بعضه. بعد كده أنزل السمن بتاعي يكون مقدوح ساخن، بيكون سخن سمن مع الزيت. عايزة حضرتك تعمليه بالزيت بس ماشي، عايزة تعمليها بال ألو السلام عليكم. عايزة أستاذة دنيا، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة دنيا؟ لازم حركة الفوران عشان تطلع معايا دايبة يا أستاذة دنيا زي ما أنت شايفة أهو. أستاذة دنيا السلام عليكم. عليكم السلام. أمورينا يا ست الكل، مرحب بيكي.
عايز اعرف طريقه البسبوسه. عينينا، حاضر، تحت امرك. على طول نقول لك طريقه البسبوسه. صوابع زينب الاول معانا اهي. ضفنا الثلاث معالق من السمن والزيت بعد ما سخناهم، نزلنا بالدقيق والسميط والخميره والسكر والملح. بعد كده اقلب كله مع بعضه، اخلي الدقيق مع السمن والزيت يتغلغل كله مع بعضه. بسم الله، حاجات بسيطه، بتركات بسيطه. حتى الحلويات بتاعتنا اللي ما بتعرفش تعمل حلويات خالص هنعلق، ومقادير صوابع زينب قدام حضراتكم على طول اهو. عايز الميه، اخد شويه من الميه، اي ميه فاتره، مفيش اي مشاكل، اي ميه. شكرا. وانزل شويه شويه. صب يا محمد بعد اذنك. اعجن العجين شويه صغيرين، هياخد حوالي ربع كوبايه بالظبط من العجينه. امسح للمطبخ بعد اذنك. عجننا، ضفنا السميط، نص كوبايه من السميط على كوبايتين من الدقيق على معلقه من السكر على رشه ملح على معلقه صغيره من الخميره، واقلب. الخميره بتاعتي خميره فوريه، لو خميره العاديه بتاعتنا بتضاف عليها، بنضيف الميه مع السكر مع الملح مع الخميره، واسيبها حوالي 5 دقائق. بعد كده بضيفها على العجين بتاعي. انزل شويه كمان صغيرين من الميه، بسيطه. حاج فوزي السلام عليكم. يا حاج فوزي، الو، السلام عليكم. اعجن العجين بتاعك كويس اهو. صوابع زينب ما بتاخدش حاجه كتير يا حاج فوزي. راحتك خالص، وسوي وخليه. استاذه ميسره السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب. مرحب ميسره، كيف حالك، اخبارك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت بكمال الصحه والعافيه يا رب، تسلمي. عاملين ايه واخبارك ايه؟ كويسين الحمد لله، الله يحفظك. تمام، الله يبارك فيك. عندك اي سؤال؟ بس اسال، البسكوت ليه بينشف؟ البسكوت عينينا، حاضر. كيلو دقيق ونص زبده. نص زبده قليل عليه. لو بسكوت القرطاس نص زبده؟ اه لا لا، اللي هي الزبده العاديه. الزبده اللي هي الزبده الفلاحي؟ الزبده اللي هي الزبده البلدي، صح؟ ايوه، الزبده الفلاحي. ايوه، الزبده الفلاحي فيها ميه مكسره، ما ينفعش، لازم ينشف معاك. لازم يكون زبده زبده قوالب. قوالب، ايوه، هي الزبده اللي عامله معاك مشكله. اه الزبده هي اللي عملت معاك. وزود شويه، زودي معلقتين كمان على النص، زودي كمان معلقتين بس، حاجه بسيطه. معلقتين على النص. على النص، اه. خليه من تحت، خليه من تحت. ماشي يا شيف، ماشي. الف هنا وشوف على عينينا، على عينينا، تحت امرك. حاج فوزي السلام عليكم. بس سيبه انت. كل عام وانت طيب. وانت بكمال الصحه يا حاج فوزي، كل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والعافيه يا رب. بريء العادات كله مبلغهم سلامي. الله يحفظك يا حاج فوزي، كله بيسلم عليك، ربنا يحفظك ويزيدك يا رب. تسلم، تسلم يا حاج فوزي. الله ينور عليك في الحاجات الحلوه. وعليك يا عم الحاج، ربنا يحفظك ويزيدك يا رب. تسلم. هي اكله بسيطه مصريه، وانت الله ينور عليك فيها والله. تسلم يا حاج، انت ده شرف لينا ان انت تكلمنا ده في التليفون والله. لا حاجه، مرحبا يا حاج. تسلم لي، تسلم لي، نورتنا والله. الله يخليك. عندك اي سؤال ولا اي حاجه؟ سؤال يا حاج، تؤمر انت، تؤمر بس، عليك انت تؤمر. الله يخليك. تسلم يا حاج، تسلم، ربنا يحفظك لنا يا رب ويزيدك يا رب. كل سنه وانت طيب. استاذه شروق سلام عليكم. اسراء سلام عليكم. استاذه اسراء سلام عليكم. بعد كده يا استاذه اسراء بنقطعها تقطيع صغير زي ما احنا شايفين اهو. شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا ليك. هات منديل بعد اذنك. بعد ما عجننا العجينه، كوبايتين الدقيق، نص كوبايه السميط، معلقه من السكر، رشه الملح، معلقه صغيره من الخميره، 3 معالق من السمن والزيت. سخنا السمن والزيت، ضفنا كل المواد الجافه مع بعضيها وقلبناها. بعد كده سخنا السمن والزيت، ضفناها عليها، ضفنا الميه على حسب تركه، على حسب الدقيق، على حسب الدقيق بالظبط. بعد كده ممكن نسيبها 5 دقائق. ممكن. والسلام عليكم استاذ. استاذ مين؟ الو، سلام استاذ نادر، السلام عليكم. استاذ نادر. عليكم السلام. امرنا يا فندم زي ما احنا شايفين تقطيع استاذ نادر اهو. عايز اعرف طريقه بلح الشام. عينينا يا فندم، تحت امرك. حاضر، ماشي، هقول لك على الطريقه بتاعته على طول حالا. قطعناها
زي ما احنا شايفين تقطيع صغير خالص، بعد كده على اي شكل تحبوه، على اي بصامه، على اي كرتونه، مفيش اي مشاكل. نبدا نقول بسم الله على بركه الله، بضغط ضغطه بسيطه يا رب نشوفها اهو، بضغط ضغطه كده، بعد كده بلم العجين بتاعي تاني زي ما احنا شايفين اهو، شوف الكرتونه، بعد كده تاني اهو ببصم بايديا، بضغط بايديا، وبعد كده الم العجين واحده واحده بالراحه، باخد الشكل المضلع او الشكل اللي احنا حاطينه. اذا كنا حاطين استاذه امل، السلام عليكم، زي ما انت شايفه يا استاذه امل. ازيك يا شيف؟ ازيك يا استاذه امل، مرحب بيك. مرحب بيك والله، منور الشيف. تسلمي لي يا استاذه امل، تسلمي. معلش يا شيف، معلش تقول لي دلوقتي على طريقه الكريب. الكريب؟ ايوه. هات هات. تحت امرك يا فندم، على عينين، على عينين، على طول حالا هقول لك عليه. دخلها بالراحه. طريقه الكريب ماشي يا استاذ امل على طول حالا، اقول لحضرتك على طول. الكريب كوبايتين حليب معاهم 2 عدد من البيض، متضافين رشه ملح، معلقه من السكر، ونضربهم في الخلاط. بعد كده بنضيف عليهم كوبايه من الدقيق، ونسيبه حوالي 10 دقائق بالظبط العجينه ترتاح خالص. بعد كده بنصبها في طاسه، لازم يكون ما بتلزقش، او ندهنها سنه من الزيت، طبقات سهله وبسيطه، حليب وبيض وسكر ورشة الملح والدقيق، ما بياخدش اكتر من كده، والبسبوسة ايه؟ استاذة اقبال سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة اقبال، مرحبا. زي ما انت شايف يا استاذة اقبال اهو، صوابع زينة. طيب. الله يحفظك، كل سنة وانت طيبة وكل الناس اللي عندك طيبين. وانت طيبه، ربنا يفرح بالاولاد يا اخبار. الله يحفظك، تمام، الله يزيدك، كل سنه وانت طيبه. انت اخباركم؟ يا رب الحلقه تبقى جميله وتبقى موفقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يحفظك ويزيدك. تسلمي لك. عندك اي سؤال؟ والله يا ابن غير عيد عليك كده وسلم عليك. تسلمي لي، تسلمي لي، متشكرين ليك ولذوقك. تسلمي، كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والعافيه يا رب. شكرا لاتصالك يا فندم. بعد كده صبعناها وبصمناها على اي شكل زي ما اتفقنا، على اي حاجة. شكرا. البسبوسة نص كيلو من السميط، نص كيلو من السميط، متضاف عليه ربع كيلو من السكر لو هي سايبة. لو بسبوسة سايبة بنجيبها من عند العطار، بيكون ما فيهاش الحبة السمراء، يكون اصفر اللون، واخدة اللون الاصفر كله، ما فيهاش حبة سمراء خالص. بنضيفها، بنضيف عليها ربع كيلو من السكر، ربع كيلو من السكر، متضاف عليه معلقتين من جوز الهند، اقلبهم كلهم مع بعضهم كويس. بعد كده بضيف نص كوبايه من السمن، كوبايه ونص من الحليب، بتضاف عليها نص كوبايه من العسل التقيل او العسل الجلوكوز من الافضل، وادخلهم على النار يسخنوا حاجه بسيطه. بعد كده اطلعهم واضيفهم على السميط والسميط البسبوسه والسكر وجوزة الهند، ونقلب كله مع بعضه، ونضيفها في الصينيه ونخبطها تربطتين، وندخلها الفرن درجة الحرارة أو متوسط في الفرن على طول، لازم يكون في نص الفرن. وصوابع زينب كوبايتين من الدقيق، بعد ما نضيف بعد ما نخرجها من الفرن، كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية، البسبوسة لازم العسل سخن والبسبوسة سخنة بيبقى يكون أحسن. بقلي على طول صوابع زينب، كوبايتين من الدقيق على نص كوباية من السميط على معلقة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة، ورشة الملح الجميلة، وقدام حضراتكم المقادير. بعد كده بجيب الثلاث معالق سمن على زيت، بسخنهم كويس وانزلهم في العجينة، انزلهم في العجينة بتاعتنا. بعد كده ممكن نريحها 5 دقايق العجينة. الخميرة بتاعتي فورية بشتغل بيها على طول، لكن لو خميرة من التانية لازم ترتاح شوية. بعد كده بفردها، دي الفردة السريعة، لكن انا ممكن حضرتك في المطبخ لو فاضية نبدأ نصبع فيها براحتنا على نفس الطريقة وعلى نفس الشكل، وعلى أي بصامة، ورق الكرتونة مضلعة، على أي شكل تحبوه، يكون على الغربال أو المنخل اشتغل برضو ما فيش أي مشاكل. العسل بتاعها عبارة عن 3 كوبايات من السكر على كوبايتين من المية، متضاف عليها عصير ليمونة، متضاف عليها معلقتين من العسل الجلوكوز. العسل الجلوكوز من الأفضل يكون عند حضرتك على طول، بيتباع عند العطار خامات الحلواني. شكرا. هات صبع برضو نفس النظام ونفس التكرار، لكن الاسرع
على النشاب على الرخامه، بفرد العجينه بتاعتي، بعد كده بقطعها بالسكينه يا فوزي. صوابع زينب لو انا استخدمت الخميره الفوريه ما نسيبهاش تخمر، لان هي اصلا هتاخد الحجم بتاعها الطبيعي. العجينه الخميره الفوريه سريعه معايا في صوابع زينب جدا، اي عجينه متضاف عليها خميره فوريه نشتغل بيها. لو حضرتك عايزه تريحيها 5 دقايق مفيش اي مشاكل، ريحوها 5 دقايق يعني، لو عايزين تريحوها مفيش مشاكل، ترتاح 5 دقايق ونشتغل، بس مش اكتر من 5 دقايق. وعلى طول في الزيت هتطلع قدام حضراتكم برضو نفس التكرار، صوابع زينب من مئات السنين، وصوابع زينب معانا حب او رومانسيات جميله في ابداعيات او في فنيات، عشان الستات على طول كل حاجة باسمهم حتى في الحلويات. بألف انا وشيفة ليهم طبعا زي ما احنا شايفين اهو. يبقى كده احنا عملنا الطاجن الاول البطاطس البوريه 3 طبقات، الطبقة الاولى بطاطس، الطبقة التانية عملنا شاورمة اللحمة، الطبقة التالتة عملنا البشاميل الخفيف البسيط من 2 معالق من الزيت، 2 معالق من الدقيق، متضاف عليهم الحليب بعد ما غير اللون بتاعه على نار هادية، نزلنا بيها زي ما احنا شايفين اهو، ابصم بالراحه في صوابع زينب اهي. بعد كده دخلناها الفرن، خدت الوش بتاعها 5 دقايق بالظبط، طلعت بالتركه الجميله والحاجه الممتازه، عشان نعمل احلى اطباق. وفخاره اللحمه بتاخد حوالي ساعه بالظبط في الفرن، تطلع معانا جميله. وادي الشربات بتاعنا بتاع صوابع زينب، وادي شاطر الرز البسمات الجمال اللي احنا عملناهم، نعمل جنبيهم رز، نعمل جنبيهم مكرونة، بس من الأفضل للرز مع اللحمة بيبقى أطعم وأحسن. عايز دي سيبها خليها تعمل براحتها، خد له معلقة سمن بسيطة. بعد ما سويت الرز، كوباية الرز بتضاف عليها كوباية ونص من الشوربة أو بن. أستاذة رحمة السلام عليكم. أستاذة رحمة شكرا. ألو ألو أستاذة رحمة مرحبا. عايزة أعرف طريقة الكنافة. طريقة إيه؟ الكنافة. الكنافة؟ اه. عينينا حاضر عينينا. تحت أمرك. كنافة إيه؟ عايزة كنافة إيه؟ عايزة كنافة بالمانجا، كنافة نابلسية، كنافة، عايزة كنافة إيه؟ بالمانجا. بالمانجا حاضر حاضر تحت أمرك عينينا. الحاجة الوحيدة اللي ما عملناش دي يا أستاذة سارة صح؟ صرصار. مش إحنا ده ما عملناش؟ حاضر تحت أمرك، شكرا لاتصالك يا فندم. وادي الرز الجميل يطلع مع الطواجن بتاعتنا بالشكل بتاعه الحلو. عايز الجرنشة نشكل. عشان نعمل احلى سفرة باحلى تشكيلات بحاجات بسيطة وامكانيات بسيطة وتكاليف برضو بسيطة، نطلع ايه الحاجه بتاعتنا؟ عصير البرتقال، اهم حاجه عصير البرتقال مفيد جدا، واهم حاجه طبق السلطه مع الاكل برضو بيبقى مفيد جدا جدا، حاجه اساسيه بتغيب كتير عن الامهات في البيوت. طبق السلطه بامكانيات بسيطه وحاجه بسيطه وتكاليف بسيطه ما بيتكلم. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه ناديه مرحبا. امري انا عندي فخده ضاني ومش عارفه اعملها ازاي. يا باشا على عنينا تحت امرك، ابعتها لنا يا فندم احنا نعملها لك على عنينا. هقول عايزه ندخلها فرن. ندخلها فرن. اه عايز ادخلها الفرن واعملها سليمه. عنينا عنينا تحت امرك يا باشا على عنينا، كل سنه وانت طيبه. على عنينا حالا اقول لك عليها الفخده الضاني. حاضر. الفخده الضاني هنعمل لها المارينيه بتاعها الاول، عباره عن ميه البصل والثوم والفلفل وحبتين من الطماطم، نضربهم مع كوباية من الخل، كوباية من المية، نضربهم في الخلاط، نصفيهم، بعد ما نصفيهم، بنجيب الفخدة الضاني الجميلة، بناخد ثلاث فصوص من الثوم، بنغرز بالسكينة، هات السكينة عشان أشرح. نغرز بالسكينة بتاعتها في قلب الفخدة الضاني. ألو السلام عليكم. أستاذ عبد الرحمن. بعد ما بناخد، أستاذ عبد الرحمن. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا باشا معاكي معاكي امورينا اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك على طريقه البان كيك بالشوكولاته. عينينا عينينا تحت امرك يا باشا، ان شاء الله نعمل له الحلقه الجايه البان كيك ده.
على عينينا. البان كيك سهل جدا برضو، بيبقى من فصيله الكريب، هنظبطها وهنعملها ان شاء الله. حاضر هقول لك على طريقتها برضو، بس لما نخلص الفخده الضاني الاول عشان ما تروحش علينا الفخده الضاني. عينينا يا فندم، تحت امرك. بعد ما ضربنا البصل والفلفل والطماطم، ضربناها في الخلاط مع كوبايه من الخل مع عصير الليمون مع زيت الزيتون، بيبقى بيدي طعم او تركه حلوه جدا. بنضربهم في الخلاط، بعد كده بنصفيهم، بناخد الميه بتاعتهم بس. بعد كده بجيب الفخده الضاني بتاعتي، ببدا اتقبها او ان انا اعمل لها فتحات من النص، وانزل عليها شويه من الفلفل الاسمر، شويه من الفلفل الاسمر، حصى حبايه من الفلفل الاسمر، نص فص من الثوم، نص فص من الثوم، نص فص من الثوم. بعد كده بنزل بالمارينيه واجيب الصاج الفرن، انزل عليه بالخلطة الجميلة أو بالتركة بتاعتنا الحلوة، البصل والجزر والفلفل والبطاطس كله مع بعضيه في قلب الصاج. بعد كده بنزل بالفخدة الضاني عليه، بديها حوالي 3 كوبايات من المية، وبسلفنها في السيلفر مع حبات بصل سليمة، حبات طماطم سليمة بعد الحياة ديت، وادخلها. اصبر عليها شوية. أستاذة ندى، السلام عليكم. أستاذة ندى. وعليكم السلام. أمرينا يا ست الكل. لو سمحت عايز اطلب عجينة البيتزا. عينينا، حاضر، تحت امرك، تحت امرك. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180، مفيش درجة حرارة، انزلها في نص الفرن بالظبط بالسيلفر الجميل حوالي ساعة. الضاني بالذات ما بيستوي سريع. بعد كده بطلعها او ان انا بعمل لها التست بتاعها بالسكينه، تطلع معاك تركه حلوه مع شات رز بسمتي بالخلطه الجميله، ونفرش على الصينيه مع شات سمبوسه الجميل، ونفردها في النص ونعمل لها شويه تركات او شويه حركات بسيطه من الجرنشه والشكل الجميل، تطلع معاكي بالف انا وشيفها ممتازه 100%. والبان كيك، طلع يا فندم. البان كيك عباره عن ان شاء الله هنعمل، هنشرح المره الجايه بقى، هو البيض والدقيق والكاكاو على طول في البتاع على طول في البتاع يا فندم. اطلع اول ما يطلع على طول، اول ما تطلع صوابع زينب الجميله بننزلها على السيرب بتاعها والشراب بتاعها، 3 كوبايات من السكر على كوبايتين من الميه، متضافين عليها معلقتين من عصير الليمون ومعلقتين من العسل الجلوكوز على حسب الحاجه اللي انا محتاجها. هات صوابع زينب زي ما احنا شايفين الجمال والدلق. الو، السلام عليكم. اكون سلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حاتم، مرحب بيك يا فندم. مرحبا استاذ حازم، مرحب بيك يا استاذ حازم. خلاص يا حاج مالك، انت بتخلي فيه. امرنا يا باشا، امرنا. ولا حضرتك ممكن طريقه عمل الكوارع بس؟ عينينا يا باشا، تحت امرك، على عينينا. نعمل لك الكوارع وكل حاجه والشربات الجميله بتاعتها كمان. حاضر، على طول حالا. خلينا في الكوارع احسن. ماشي، الكوارع ده ان شاء الله لازم نجيبها برضه، نجيبها حلقه. صح يا عم جمال ولا لا؟ عم جمال صح، الله يبارك لك. هجيبها الكوارع الحلقه الجايه نقول له عليهم ولا ايه؟ الكوارع بتتسلق في الميه، بتتسلق في الميه. اهم حاجه في الميه بنحط البصله والفلفل والطماطم، حبايه وحبايه وحبايه، مع ورق اللوري مع الحبهان، ونخليها تغلي. بننظف الكوارع تنظيف كويس جدا جدا في الغسيل، بضيف عليها كيس من البيكنج باودر، فوران بيعمل فوران وغلغله من الزفاره والحاجات اللي فيها كلها، بتطلع حاجه تكون بافته بيضه زي ما بيقولوا بالظبط. بعد كده بنضيفها في الميه اللي متضاف عليها البصل والجزر والفلفل. بعد كده بننزل بالكوارع. بعد كده بنعمل لها الصلصه بتاعتها الحلوه بالثوم والبصل والطماطم، نعمل لها صلصه حلوه كده جميله بتاع الكوارع. انا بحسب مقادير الكوارع. تمام، ومقادير الفخار اللحمه زي ما انت طلبتها بالظبط. بعد كده بننزل بالصلصه بتاعتها، نعمل صلصه بتاعتها جميله، وهي عباره عن فصين من الثوم متضافين عليها بعد ما تتحمر البصله والثوم. لو عايزين تعملوها بالثوم بس ما فيش اي مشاكل. وننزل بعصير الطماطم. بعد كده بنجيب الصينيه وننزل عليها الكوارع، عايزينها في الشوربه زي ما هي. نضيف عليها جوز الطيب مبشور
وفلفل اسمر جميل، حبهان، ورق اللوري مطحونين، السبع توابل الجمال بتوعي لازم يكونوا حصى صح، ومعانا خمس دماش. تمام، لسه بدري النهارده، خلاص انا كده فطرين فطرين يعني. وادي صوابع زينب، اهم حاجه في صوابع زينب ما تختمرش معايا على طول عشان ما يزيدش الحجم، زي ما احنا شايفين باللمعه بتاعتها الجميله، وهتطلع مقرمشه وطعمها لذيذ وجميل، فرق من جوه ومن بره حاجه الطعم، مش عايزين ندوق قدام حضراتكم طبعا عشان بألف انا وشفا ليكم، من كوبايتين الدقيق ونص كوبايه من السميط، معلقه من الخميره الصغيره، معلقه من السكر، رشه ملح، ثلاث معالق من الزيت والسمن. سخنا الزيت والسمن كويس جدا، بعد كده نزلنا على المقادير الجافه، نزلناهم وعملناها بتركه كويسه ومظبوطه 100%، عجناها، خلت العجينه يكون ولا لينه قوي ولا متماسكه قوي زي ما انتم شفتوا حضراتكم، وبعد كده بننزل في الزيت، يكون زيت عادي جدا فاتر. بعد كده بألف انا وشفا تطلع في العسل على طول. عملنا الطاجن الاول، بطاطس البوريه ثلاث طبقات، الطبقة الأولى بطاطس مهروسة متضاف عليها خضرة، متضاف عليها توابل جميلة، سبع توابل مشكلين. بعد كده عملنا الطبقة الثانية من شاورمة اللحمة، معصجنا بالبصل والفلفل والجزر والبصل، بعد كده نزلنا بالبشاميل، وبعد كده دخلناها الفرن خمس دقايق بالظبط، خمس دقايق، وطلعت زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم على طول اهو، زي ما انتم شايفين ان شاء الله. عم وليد اغير ولا هو كده صح ولا مش زي ما احنا شايفين كده على طول. المخرج الجميل بتاعنا متشكرين ليه طبعا، الاستاذ وليد عماره، والمناديل، شيل لك كل حاجه يا فندم، اللي انت عايزه تحت امرك، ما يهمكش. والعصير تاخد عصير طب برتقال عم وليد، الله يخليك يا قمر، تسلم لي يا غالي. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب يكون كلامنا وحلقتنا خفيفة على قلوبكم، خفيفة على جيوبكم، كانت حاجات بسيطة، الوقت معاكم بيعدي سريع، برنامجنا سبت واربع إن شاء الله الساعة 12 الظهر في أكلة بسيطة مصرية، عايزين تشرفونا على اليوتيوب أو على الفيس على أكلة بسيطة مصرية للشيف ماجد فوزي حمزاوي، شرفونا، متشكرين جدا لكل اتصل بينا، متشكرين جدا لكل اللي بيشاهدنا من جميع البلاد، كل سنة وأنتم طيبين ودايما بالصحة والسعادة يا رب، متهنيين، ونشوفكم بأسعد حال الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.